جرى اتصال هاتفي اليوم بين حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني امير دوله قطر الشقيقه. تم خلاله بحث العلاقات الثنائيه بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها. كما تم خلال الاتصال بحث المستجدات الاقليميه والدوليه ذات الاهتمام المشترك.